وتعب الدنيا كلها وتعب مصر كلها، وراح العراق عشان يتعب الناس هناك، لكن هو نجم يا جماعة. يعني ما شاء الله، مهما تروح مهما يجي رجليه تتلف في حرير في الماس. يا صالح جمعة، اهلا بيك. حبيبي يا كابتن مهيب، مساء الخير. اخبارك؟ وحمد لله على السلامة يا جدع. الله يسلمك يا كابتن حبيبي، ربنا يخليك يا رب يا كابتن. انت فين يا صالح؟ يا صالح انت فين يا صالح؟ ده انت المفروض يا صالح بتلعب في بايرن ميونخ، بتلعب في مونشن جلاد بخ، بتلعب في حاجه كده جامده جدا. مع احترامي طبعا للنادي اللي انت فيه، نادي كبير وعريق، لكن صالح جمعه تعبتني يا صالح، تعبتني. ده احنا رحله عمر مع بعض حبيبي. ده حقيقه يا كابتن، وانا كمان ربنا وحده يعلم يا كابتن بحب حضرتك قد ايه. ده اول حاجه طبعا كابتن مهيب حبيبي يا صالح، والواحد بيبقى حتى بيبقى على راحته شويه بيتكلم معاك، وده استنادا يعني عن العشره الطويله وعن العمر الطويل اللي قضيناه مع بعض. طبعا وانا بره الشغل بعتبرك اخ كبير طبعا، ربنا وبتشرف يبارك جدا لك، بمعرفتك يا كابتن. ربنا دي يخليك اول يا صاحبي. حاجه طبعا، وزي ما حضرتك قلت طبعا هو يعني خلاص انا تعبت الناس في مصر، فجي جه الوقت على الناس في العراق على رايك. طيب ربنا يهدي سرك يا عم صالح. طيب صالح بأمانة كده، العرس اللي هيتلعب في السعودية ما بين الأهلي وما بين الزمالك وكاس مصر، ما كانش نفسك تبقى موجود مع النادي الأهلي؟ بص يا كابتن، يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه. اول حاجه طبعا مفيش مباراه للنادي الاهلي الواحد ما بيستعدش معاها الذكريات، وكان بيتمنى ان هو يبقى موجود، بالذات بالاخص كمان يا كابتن المباريات الكبيره اللي الواحد بيتفرج عليها، اذا كانت كاس العالم للانديه، النهائيات، الماتشات الكبيره دي اللي الواحد بيفتقدها وبيفتقد جمهور النادي الاهلي في الملعب، والكواليتي اللعيبه اللي كان بيلعب وسطها، والخبرات والضغوط اللي كانت الواحد بيلعب تحتها. فكل دي حاجات يا كابتن الواحد ما بقدرش انساها، دي اول حاجه. تاني حاجه بقعد اتابع دايما الماتشات كمشجع ومحب للنادي اللي انا اتربيت فيه، واللي خيره على صالح جمعه، واللي لحد النهارده خد بالك يا كابتن مهيب جمهوره بيساند صالح جمعه اينما كان، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. فالواحد بيبقى سعيد والله للنادي الاهلي يا كابتن لما بيتوج باي بطوله، لما بيشارك وبيثبت قد ايه يوم عن التاني، قوه وكشخصيه اللي بتخليه فارق بجاب كبير جدا عن باقي الانديه يا كابتن. وان شاء الله باذن الله يبقى موفق، وان شاء الله يوم الجمعه باذن الله ويقدر يحسم المباراه كالعاده ان شاء الله باذن الله، بفضل خبرات اللعيبه اللي موجوده وبفضل شخصيه النادي الاهلي القويه في المباريات المصريه. ممكن كسكواد وممكن يبقى عنده غيابات كبيره وممكن يبقى مش في احسن حالاته، لكن شخصيه النادي الاهلي دايما بتطغى على المباريات الكبيره والنهائيات، هو بيقدر يحسمها بديتيلز صغيره جدا يا كابتن. يعني كنت بتحن شويه للزمالك في وجود عبد الله جمعه، ده صحيح؟ طبعا يا كابتن، يعني انا يعني اخويا واي اي يعني اي مكان يبقى موجود فيها هبقى سبورت ليه. الوقت كان موجود فيه في الزمالك كنت دايما في ظهره، وكنت دايما بتمنى له التوفيق، وحاليا انا بتمنى له التوفيق. فطبعا يا كابتن كنت بحن طبعا للنادي طبعا لوجود عبد الله موجود فيه. يعني حلو قوي، كنت بتحن للزمالك في وجود عبد الله جمعه، ده تصريح جامد جدا. طب دلوقتي بقى اهلي 100% ولا في كلام؟ لا لا، بص يا كابتن، هو طول عمري اهلي 100%. في جزئيه الحنيه لنادي الزمالك دي كانت يعني لشقيق، لان انت عارف يا كابتن اخوك بتتمنى له الخير، بتتمنى له ان هو يكسب، ان هو يبقى مبسوط، يبقى سعيد، يبقى كويس، يبقى ناجح. فدي الجزئيه اللي انا كنت دايما سبورت لعبد الله فيها يعني. طب زعلت بالطريقه اللي مشي بيها عبد الله من نادي الزمالك؟ والله يا كابتن انا خرجت واتكلمت في الجزئيه دي، زعلت. زعلت لان انا قلتها ساعتها ان عبد الله ما كانش يستاهل انه يمشي بالطريقه دي، وكان يستاهل بطريقه افضل واشيك كتير من الطريقه اللي حصلت يعني. طيب بتتوقع مين اللي يتالق من الاهلي ومن الزمالك في مباراه النهائي؟ اتوقع في النادي الاهلي يا كابتن كهربا وحسين الشحات وامام عاشور. انت واثق من مشاركه كهربا؟ بص يا كابتن هقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. في لعيبه المباريات الكبيره والماتشات المهمه اللي زي كده بتحسمها كابتن تفاصيل صغيره جدا
بلاعيبه خبرات عندها الامكانيات وعندها من الذكاء ممكن يساعدها في مباراه زي كده بتحرك بمعدل تهديفي هو ماشي عليه بقاله فتره طويله يقدر يساعدك في مباراه زي كده يا كابتن. مش شرط استنادا عن خلال الفتره الاخيره، ممكن يبقى هو بعيد شويه عن المباريات وفي ناس تانية خدت فرصه الفتره الاخيره دي لعبت مباراه والتانيه والتالته، لكن كهربا اخطر لعيب واخطر مهاجم في مصر يعني لا غنى عنها ولا، والموضوع ما فيهوش حتى يا كابتن يعني شك لحته صغيره جدا ان احنا ممكن نتكلم فيها. تمام. الراجل ممكن يبقى في 90 دقيقه في المباراه يا كابتن مش موجود في الشاشه، لكن الناس عامله له حساب، الناس واقفه جنبه، ممكن في ثانيه الا ثانيه كهربا خلص لك مباراه بحجم نهائي كاس مصر. والسلام عليكم يا كابتن. طيب قلت لي مين تتوقع تألقه سواء من الأهلي سواء من الزمالك في هذه المباراة؟ أنا توقعت يا كابتن يعني إمام عاشور كان له دور كبير جدا في المباراة، كهربا، حسين الشحات، الثلاثي ده لو موجود بصفة أساسية في المباراة هيبقى خطر جدا على نادي الزمالك وهيقدر يحسم المباراة للنادي الأهلي. الزمالك اعتقد خبره عبد الله السعيد هتبقى مفيده جدا لنادي الزمالك يا كابتن، ووجود زيزو وعمر جابر برضو مفيد جدا. نادي الزمالك عنده سكواد قوي جدا، عنده لعيبه بتمتلك من الخبرات تقدر تلعب مباريات كبيره زي كده، على عكس سنتين ثلاثه اللي فاتوا كان في لعيبه كتيره صغيره، لا دلوقتي عنده خبرات، مزيج ما بين الخبرات والشباب يقدر ان هو يعمل فرقه كبيره ويقدر ان هو ينافس في محطات مهمه زي كده. عبد الله السعيد بخبراته ممكن يكون ليه دور في حسم هذا اللقاء؟ طبعا يا كابتن، طبعا طبعا. عبد الله السعيد لعب مباريات كتير ولعب نهائيات كتير وراجل مميز جدا في الكرات الثابته، وراجل مميز جدا في التحركات في البينيات السحريه في 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 الفيجن في الملعب. لا دوره حتى كقيادي يا كابتن مع الفريق وخبرته وسط زمايله الصغيرين اللي موجودين في الملعب هيبقى اضافه كبيره جدا في المباراه يعني. طيب توقعاتك للمباراه دي تخلص كام ولمين يا صالح؟ هي مباراة صعبة جدا يا كابتن، لكن انا اتوقعها واتمناها اهلاوية ان شاء الله باذن الله. وهتخلص 3-1. 3-1 للاهلي. 3-1 للنادي الاهلي. طيب مين اللي يحصل على ال 50,000 دولار من وجهة نظرك؟ مين هيكون افضل لاعب في المباراة يا صالح؟ افضل لاعب في المباراة هي بص يا كابتن هتبقى منحصرة ما بين حسين الشحات وبيرسي تاو وممكن معهم امام عاشور. يعني كلهم اهلاويه؟ الثلاثه. بيرسي تاو، حسين الشحات، امام عاشور. امام عاشور. يعني مفيش حد في الزمالك ياخد احسن لاعب في المباراه؟ بص يا كابتن انا قلت لك المباراه تخلص للنادي الاهلي، فما اعتقدش ما اعتقدش الجائزه ممكن تروح للفريق اللي يخسر الماتش يعني. ماشي يا صالح. لكن لو احنا خلينا نتكلم في جزئيه، لو نادي الزمالك توج بيها اعتقد ممكن يبقى زيزو او عبد الله السعيد. زيزو او عبد الله السعيد. تحب تقول حاجه للكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر؟ طبعا يا كابتن. يعني انا قلت واتكلمت في الجزئيه دي قبل كده، قلت ان هو اختيار اخر كتير جدا على الكابتن حسام. اتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه، ويرجع منتخب مصر زي ما كان، وهو دوره يبقى مهم جدا جدا جدا، تجهيز اللعيبه وعوده الشكل الطبيعي لمنتخب مصر وقوته في افريقيا ان شاء الله باذن الله. كده بشكرك كابتن صالح واشوفك قريبا ان شاء الله باذن الله. حبيبي صالح جمعه. طيب من العراق هنطير لألمانيا.